إدارة الجامعة وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب بالجامعة قامت اليوم كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي بإحياء فعالية اليوم العالمي لمكافحة السمنة في المكان مول بمحافظة الدوادمي لتثقيف المجتمع وشرائح المجتمع عن ماهية السمنة ومخاطرها ومضاعفاتها وطرق العلاج. مؤشر كتلة الجسم تعريفه هو عبارة عن مؤشر لقياس ارتفاع نسبة الدهون في الجسم. طبعاً راح يكون عندنا طريقتين لقياس مؤشر كتلة الجسم. الأولى راح يكون بالجهاز الإلكتروني والثانية راح تكون بمعادلة ثابتة. المعادلة الثابتة راح تكون عن طريق أخذ الوزن بالكيلوغرام راح أقسمه على الطول بالسنتيمتر. طبعاً إذا كان عندي أنا ارتفاع في نسبة الدهون في الجسم هذا يدل على أني عندي أنا سمنة. أسباب السمنة قد تكون قلة نوم أو اضطراب في النوم أو اختلال أو استخدام أدوية مفرطة أو أكل تناول وجبات عالية السعرات الحرارية مثل البرجر أو ما شابه ذلك.